ايه الجمال ده؟ مرايا واقفه جنبي. انا شايفه ان انت واخد بالك مني حبتين. ايه؟ وحش ده يعني ولا ايه؟ لا مش وحش، بس زياده شويه. عاجبيني؟ طب اقول لك حاجه، ما تصدقيني؟ وهكدبك ليه؟ اصل جدعه جدا، عشان ما سبتيش ابوكي والنوع ده انقرض من زمان. لا وفوق كل الكلام ده بقى حته امرايا. مبروك يا روح. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. انا عاوز افهم حاجه، مش كنا عملناها كتب كتاب ودخله وخلاص؟ لا، في عندك شويه حاجات كده في الفيلا محتاجه تتغير. يا سلام، منغيره واحنا متجوزين؟ لا طبعا، نو واي. انا مش ممكن اتجوزك غير لما اعمل كل حاجه على مزاجي الاول. اوبا، انت شكلك هتبقي صعبه قوي. انا صعبه قوي فعلا، بس معلش استغفلني بس. مخافيش، انا من هنا رايح اخد بالي كويس. انت فعلا لازم تاخد بالك كويس قوي قوي، وتبقى عينيك في وسط راسك كده. ماشي يا ست. طب بقول لك ايه، انا هجيلك الشركه بكره. انهي شركه؟ انهي شركة؟ انت عندك اكتر من شركة؟ لا يعني اقصد اهلا وسهلا بيكي طبعا، تنوري في اي وقت. طب ومالك بتقولها كده ليه؟ كانك مش عايزني اجي. خالص، انا بس يعني زي ما تقولي اتفاجئت من السؤال. طب ما تتفاجئش بقى، انا قلت اقول لك عشان ما تقولش اني فاجئت، ما تقولش اني طبيت عليك، بس اوعدك اني بعد كده هطب عليك عشان اقفشك فعلا. ايه؟ بتضحك على ايه؟ مش عارفه ليه عندي احساس ان سامح ده هيطلع عين ايتم في يوم من الايام. نفس احساسي بالظبط. يا بنت مش وقت الكلام ده، امي هتصحى. انت اتجننتي ولا ايه؟ اه مجنونه وبس. بقول لك ايه، مش هينفع نتكلم هنا، خدوا بعضك وانزلي دلوقتي. انسى شويه وهاجي لك. مش هنزل. كلم مين يا ولا؟ مين معاك؟ ده التلفزيون ياما، التلفزيون. التلفزيون. ايه ده يا ولا؟ التلفزيون مطفي بيتكلم من غير كهربا. لا ما انا اللي اصلي، انا اللي قفلته، اصل كان صوته عالي كنتش عارف انام. خش انت ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ خش نامي. تعالي 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 يما، تعالي، انت تعبانه من الصبح يما. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ايه فين؟ لا شم ريحه حريمي. لا لا لا، حريمي ايه؟ ريحه حريمي ايه اللي جاب ريحه حريمي هنا؟ انا شم ريحه حريمي. اه ما انا نسيت اقول لك، اصل انا امبارح رحت اشتري ريحه رجالي، الواد الله يخرب بيته الدنيا ريحه حريمي. ولا انت كذاب يا ولا؟ كذاب والله. بصراحه اما انا كذاب فعلا، اصلا انا عديت على كاميليا. يا دي بوز الفقر، احنا مش هنخلص. اعمل ايه؟ وقال لي خلي ريحه كاميليا تيجي على جتتك. ما انا سلمت عليها، سلمت عليها، اكيد كانت حاطه ريحه في ايديها، جت في ايديا، انت شمتيها، خلصنا. ايوه ما انا ابني كده عوج، وكلامه عوج، ومشيه عوج، وكذاب وحلنجي وطالع لابوه. معلش اللي ما مره جه وجاب لي حاجه، اللي ما مره شلت في ايدك فاكهه. معلش هجيب لك ان شاء الله. ولا حتى شبشب زنوبه. انت بس تنامي دلوقتي، حتى جنابيه. انت تعبانه طول النهار. معلش هتعملي ايه؟ نصيبك بقى وقدرك. مش هطلع بره. وقفل تليفونك ليه يا ستي؟ بكره هبقى احكي لك على كل حاجه. لا دلوقتي، وعايز اعرف كنت انت ومتولي بتعملوا ايه؟ مش دلوقتي، بعدين. قلت لك امي هتصحى. لا دلوقتي هنتفضح. الله، ده التلفزيون
يا حلاوة يا حلاوة. ودي قناة إيه؟ الأخبار؟ ولا ما يطلبوا المشاهدون؟ ولا الأفلام؟ أبوس إيدك يا ماما ما تفضحناش، أبوس إيدك ما تفضحناش. أكيد أنت اللي جرجرتها هنا وأنت اللي هتجيب لها الفضيحة. أنا اللي جرجرتها؟ دي تفضح بلد دي. في ريال؟ آه في ريال. هو أنا جبت غير في ريال؟ هو فيه في كرم في ريال؟ لا والله. ولا في حلاوة في ريال؟ ولا في طعامة في ريال؟ يا أختي يا طيبة، ولا في طيبة في ريال؟ جوه. يعني منى ونجلاء ما جوش لحد دلوقتي، والهانم الكبيره ما عملتش غاغه ولا حاجه. انت عارفه انهم تاخروا عشان منى راحت لوالده خليل الله يرحمه. حرام الله يرحمه. ايه مالك؟ عايزه حاجه. شكلك كده. بص بقى، انا مسافره. مسافره فين؟ الغردقه. فجاه كده؟ اه فجاه كده بصراحه، يعني عندي شغل ضروري ولازم اكون في الغردقه 4 ايام. يا خبر، وانت عايزه كاميليا تطب ساكته؟ بقول لك ايه، اختك كاميليا دي لو فضلت تتصرف معايا بالاسلوب ده والله لا اسيب لكم البيت واعيش لوحدي. هو انت عبيطه يا بك؟ بقول لك ايه، دي مصلحتي ومستقبلي، وانا مش هسيب اي فرصه كويسه تجيلي عشان خاطر حد، وخصوصا عشان اختك كاميليا. طب بعدين نتكلم في الموضوع ده بعدين. بعدين ايه؟ انا بكره الصبح لازم اكون في المطار. كمان مش كده يا مروه؟ لا كمان بقى كده، وانا بقول لك عشان تتكلمي معاها، عشان مش عايزه اخش معاها في حوار. طب بس بس انا عايزه اخد رايك في حاجه. اتفضلي. انا عايزه البس الوان غير الاسود. يا سمر، هتلبسي ملون؟ طبعا انا عشان بالاسود شكلي مش هيبقى حلو. انت عايز شكلك يبقى حلو ليه؟ طبعا شكلي لازم يبقى حلو، اولا عشان انا دلوقتي بشتغل في شركه دار نشر كبيره جدا، وتاني حاجه بقى عشان المكان اللي انا بروحه ده فيه ناس كتير كده بيهتموا بمظهرهم. ده غير ان الدعوه جات لي من علاء بيه. علاء بيه؟ شوفي مصلحتك العبيطه. صباح الفل يا عم سعيد. يا عم جمال. يا حبيبي. ازيك يا عم جمال؟ ابو حميد. اخبارك ايه؟ تمام. لا عشان عايزك في موضوع. والله العظيم انت ابن حلال، انا كمان كنت هكلمك عشان عايزك. اه تشرب الاول. هدى هدى. ايوه جاي. اللهم يا استاذ احمد. بتاعتي وشوف عمك جمال يشرب ايه. لا انا مش هشرب اي حاجه من السهر، رايح الشغل. حاضر. خد يا عم جمال سيجاره. لا انا ما بدخنش، ما تعالى. اه صحيح انا نسيت. امورنا ابو حميد. بقولك يا عم جمال، كاميليا بنت خالي كانت كلمتني في موضوع كده، كنت عايز اكلمك فيه. والله العظيم ده انت فيك الخير.